اجتماعي مثير كما قلت لها إيلا. مرحبا بكم بعدا، مرحبا بالكليان ديالنا كاملين. بالنسبه لما قالت لها إيلا، هي حلم تحقق ان شاء الله. كنا كنفكر، كنت خدام مع واحد السيد في المرسى، هو اللي اكتسبت منه خبره جزاه الله بخير في هذا النهار هذا المبارك، وطورت من راسي وحاولت نخدم بوحدي عادي، كل واحد كيبغي يدير المشروع ديالو بوحدو. فكرت حاولت عاونونا العائله وداكشي، فتحنا المسمكه ديالنا هنايا، حنا عام ونص حنا خدامين. هذا راه اول فيديو ليا، عام ونص وخير دليل غتدخلوا لاباج ديالي في فيسبوك، راه كنا نهار لايفات، كنا 365 فيديو اللي كاينه يعني مده عام، راه كنا نهار لايف، كنا نهار لايف ديال الحوت، كل نهار كيكون الحوت جديد. وهذا المكان اهم حاجه هي الجوده، الجوده هي كل شيء. لما كانت الجوده راه ما كنقدرش تغض، ما كيهمنيش الثمن في القضيه ديال الحوت، بقى يكون الثمن كما بغى يكون، المهم كتقدر الجوده. بالنسبه للحوت من بلاصه اسفي يعني حوت مسفيوي، حوت مسفيوي، وكنجيبو حتى حوت اكادير، يعني ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك ما كنجيبوش حوت الصحراء، كنجيبو حوت الصحراء، حوت كيجي فري يعني اللي بغى هادي واللي بغى هادي. او ميم عندنا لي فورنيسور ديال الحوت اللي كيجيبو لنا حوت الصحراء راه باينين، وحوت الصحراء راه باين، حوت الصحراء كنبغي ناكد عليه راه ماشي خايب، حوت الصحراء راه مزيان، راه باش عايشين حتى حنايا، يعني راه حوت حوت. كاين فورنيسور كيجيب الحوت من اكادير من الصحراء من الداخل كيجي حتى لاسيا ديريكت. شنو هو الانواع ديال الحوت اللي عندك هنا؟ مرحبا، نوريكم دو على بركة الله. كاينه بريكا، بريكا كتجي حط طاجين، هذه بريكا الثمن ديالها 50 درهم، الثمن ديالها 50 درهم. كاين الكالامار، كالامار 130 درهم ديال العمارة. يعني كنشوفوا بزاف ديال البيع والشراي ما كيحطوش الأثمنة، هذا هو المشكل اللي حنا طايحين فيه دابا. واحد الأثمنة على الحوت نبيع لأي واحد بثمن، بثمن موحد، بحال الفقير بحال الغني، الطبقة كاملة بحال نبيع ليه بثمن موحد، نتعامل معاك في التنقية في كل الصيرة، داكشي نقص لك في الثمن فيه ماشي مشكل. اما الثمن 5 درهم في الكيلو، 10 درهم ديالنا كنديروا حاله طيبه في الحوت. راه جيت لقيتو تعبر الناس ليا مع مناسبه الشهر رمضان المبارك، كاين القمرون، القمرون راه كان طالع في الثمن غادي وكيطيح الثمن، القمرون اللي هو داير 80 درهم. كاين الطوبه ولا كيقول لها القنيه كتدار فيلي، هذه ديرها صحاب البسطيله كتباع فيلي. وكاين الكوره، الكوره راه كتجي من اكادير، هذه الكوره شوف الحوت كيداير، واخا ديال اكادير شوف كيداير الجوده ديالو، الفوشكه ديالو نهز لك اي حوته ونقلب لك الفوشكه ديالها، ماشي غنعزل لك الفوشكه ولا شي حاجه، شي الفوشكه ديالها قويه. هذا حوت اكادير يكذب عليك الكذاب يقول لك لا ديال اسيا ولا شي حاجه، الصراحه اللي كاينه حوت واش اسيا فيها الحوت هاد اليامات؟ قليل فيها، قليل فيها، مي اسيا راه معروفه بالحوت اللي كاين، اسيا معروفه بالحوت اللي فيها، كيكون فيها الميرنا الصور روجي كروفيت كالامر، هذا هو الحوت اللي كيكون مقارنه مع كانت المنزله وكان الحوت قليل شويه هاد اليامات، كتحاول ديباني بداكشي اللي كاين راه كتقضي به، ما كتحاولش تجيب شي حاجه، اهم حاجه هي الجوده، هذا ما كان. بالنسبه لليفريزون كيفاش كتستقبلوا المكالمات ديال الناس، كيفاش كتكبوا الحاجيات ديالهم؟ مرحبا ليفريزون اللي كليفري، كليفري حتى للدار، الناس راه عارفين انك ليا قدام راه عارفين. بالنسبه لليفريزون ديسبونيبل طيله شهر رمضان راك غاتوي، حيت انا اللي كليفري طيله شهر رمضان راك غاتوي، كنقولها في فيديوهات يور لايف كل نهار غاتوي طيله شهر يعني رمضان. يعني اللي بغى الحوت كتنقيه ليه كتوجد ليه؟ نقيه ليه، نوجدوا ليه جوج دراهم ديال التنقيه باش نكون معك واضح، جوج دراهم ديال التنقيه الكيلو كنوجدو ليك ندي لي حتى للدار ديالو، هادشي راه جاني به العام هذا. يعني غير هو غير يهزو ويطيب وديرو. غير يهزو ويطيب مرحبا، هذا ما كان. وبالنسبة لأنواع الحوت راه كتكون كل نهار، كل نهار كيكون الحوت جديد، كل نهار.